شي عبش نهبط دابا رجلي بحال هكا كنحس بالالام. هذاك الشيء نازل، داك الشيء كيبقى نازل ليا في يدي في رجليا، يعني كنتالم. كنصبر وصافي، الله يجعل لي مغفره الذنوب. السلام عليكم خوتي وخواتاتي المغاربه اللي عايشين هنايا واللي براق، وراه معكم بوشرى اللي مريضه من رجليها وداكشي خرج ليها من رجليها. وكنشكركم كاملين، ونعرفتكم كتسدوا باش تشوفوا يعني فين وصلت ليا الحاله ديالي. وكنشكركم كاملين المغاربه اللي برا والمغاربه اللي هنا، وعلى المساعدات ديالكم. الله يحفظكم وينجيكم. وبالنسبه ليا انا دابا راه الحمد لله متبعه دابا دوايا. واحد السيد جاب لي النموسيه هذه ديال السبيطار، ما قداتنيش في البيت الداخل في مع صغير فيه 2 متر، وحولوا ركبوها ليا هنايا حتى هي عاونتني الحمد لله. كنت معذبه فيها بزاف في النموسيه الاخرى، دايره حفره ضرني ظهري وطبت بزاف ودرني داري ومع محدوره، هذه كتنزل وكتطلع حتى للفوق وتعاود تنزل لتحت. الله يكثر خيرهم حتى همايا. وجات واحد الفرمليه تا هي واحد الناس هنايا جابوا معاك، جابوا لي الدواء ديال التعقيم وجابوا لي فازلين. ها هو هي راه هذاك ديال السبيطار ديال كلينيك، جابوا لي يعني هذاك الشيء المستلزمات ديال باش كنطهر رجليا، وجابوا معاه واحد الفرمليه. هذيك الفرمليه نقات لي رجليا شويه بعدا، ولكن قالت لي ضروري من المصحه حقاش هذاك الشيء كله خصو يتكرب باش يتحيد الميكروب. دابا حنا ما كهضرتش دابا على العلاج ديال الداخل، دابا كنهضروا على داك الشيء اللي خرج لي في رجلي. عاد باش غنمشي غدا بحول الله غادي ندير السكانير، غنمشي مع 8 الصباح هذه لوبينوس ديني مع 8 الصباح. يلا هضرت معاهم امي. كنتي قلتي لي عطاوك رونديفو على 6 شهور؟ لا، عاود بدلو الرونديفو. مشات امي عاود بدلو الرونديفو، قالوا ليها غدا. عرفوا بلي الحاله ديالك مستعجله. وربما انا قلت لامي راه شافوا التعليقات وشافوا الفيديوهات اللي اما قبل من يلا مشيت، يعني ما كان معبره حتى شي واحد. ومن عاود رجعت وشافوا الحاله مستعجله، والناس الله يكثر خيرهم قالوا ليها نهار الاربع مع 8 الصباح تكون تمايا. عيطت امي دابا للمولومبينونس، وعاد باش في العشيه غتشوف الدراري جيراننا فاش ينوضوا بكري باش يهزوني. لا دابا كاين يلا فرشنا دابا هاد المنطه هادي باش يهزوني فيها، من غيهزوني من هنا غيحطوني في الباياس. عاد باش الباياس يتحاموا عليه الدراري 4 قف خاص ولا 5. ما نقدرش شي عبش نهبط دابا رجلي بحال هكا كنحس بالالام. هذاك الشيء نازل، داك الشيء كيبقى نازل ليا في يدي في رجليا، يعني كنتالم. كنصبر وصافي، الله يجعل لي مغفره الذنوب. وكنقول لهم ان شاء الله بالدعوات ديالكم كاملين، كي قلت لكم كاين اللي مسكين ما قادرش يهضر معايا، كيقول لك ملي كيهضر كيقول لك انا ما هضرتش معاك حقاش ما قدرتش نواسيك، يعني قوه باطي يتالموا على قبلي. الله يكثر خيرهم. وكنقول لهم تيدعوا حتى مع امي يعطيها الصبر معايا. مسكينه طلعوا تهبط باش الناس يفهموا. شرح لهم كيفاش انت فين ساكنه والام ديالك فين ساكنه؟ دابا امي ساكنه في البروميير ايطاج. هذه دار ديانا اقامه سكنيه سكنيه اقتصادي. لا هذا ماشي اقتصادي، المهم يعني عماره. ساكنه في الكروميه وانا ساكنه في السطح.
كانوا بناو لي نيت الناس في السطح. جا في الطابق الرابع. في الرابع. يعني الام ديالك شحال وعند بسياتيك. كتطلع ثلاثة المرات في النهار. ومع ولدي الصغير عنده 11 عام حتى هو كيقول لها عييت كيقرق كيقول ضعيف يعني ماشي زعما شي دري مريض. كتعاني عند السياتيك. عند السياتيك في الظهر ومتبع على القلب والطونسيون. وعند داك كنقولوا حنايا داك الكروش ديال هنا محكوك كضرب حتى هي اللي باري ديال 6000 ريال كضربهم ديال كل 3 شهور. وعاد باش برا ديال الكروتيزول. والحمد لله. كيعيطوا الناس زعما اش قلتها للسيده قبيله كانت لي يلاه قلت لك راه صيفطت لي واحد السيده قلت لها شوفي اختي كنت كنقول امي انا مريضه وكنت كنقول لها امي الا تزاد عليا الحال وشديت الفراش غندود ولكن الحمد لله كيعيطوا يوميا امي بعض المرات كتقول لي راه ما كنساليش يعني ما كنقدر ما كنبقى ندير والو في الدار كتبقى غير تتجاوب يعني الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد راه اللي كيقول لك اللي كيحب الله كيحب فيه الخلق الحمد لله الله يجعل لي مغفرة الذنب هذا صحيح يدير رجلي ديالك من اخر مره درنا الفيديو لدابا كاين شي تطور يعني التطور ما بان لي انا ما كاينش تطور هي حاجه بحدا بعدا كنهزها هذه اللي مني لا اللي مني لا كنهز رجليا يعني لي زونتيبيوتيك يعني الميكروب وهذه براوات اللي كنت قلت لك كنضرب دابا غنضرب دابا وحده عندي جوج دابا الحمد لله بديتي كتاخذي الدواء ديالك كناخذ الدواء ديالي هو هنا كله وخايده ليا بالسكر يعني دايره وحدين اخرى باش ما تبقاش تمشي وتجي يعني هنايا عندي هذا كنتو لي فران المعده وخايده دايره ميكا اخرى هذا ديال الالام دايره ميكا اخرى ميكا اخرى فيها واحد اخر ملي كتسالي هذه نبدا في الاخر تجيب الاخر وعاد باش دايره ديال الحروق عندي بواطه ديال الحروق والحمد لله دابا غدا شنو عندك عند الطبيب غدا عندي الرونديفو ديال السكانير السكانير ديال عمي هي كي السكانير ديال العروق دابا كاتب لك في الورقه عندك الورقه من تما غنمشي للمصحه باش ينقيو لي رجليا حقاش معفنه لا كاين تعفن لا ما قدرتش اخويا مني قالت لي غادي خصها تقطع حتى يبان الدم وغتكرط وانا ما نستحملش حقاش انا ديجا عندي ضيق في التنفس يعني عندي سميتو عندي تشمع في الريه ودابا كنا انا باقا محتاجه القرحق انا قبيله كنت حل الشرجم وكنشاب هاد الغلاق يعني مازال عندي مشكله ديال التنفس القرعه راه القرعه هذيك بوحدها ما هذيك بوحدها هذيك طول العمر هذيك بوحدها من قبيله راه تخنقت ما بغيتش نقولها لامي كنبقى ندير بحال كنساعد وكنبقى نخرخر باش تسرح ليا هنايا الرابوز ما كيدير لك والو لا ما يدير ليا والو الرابوس لا والو ما كيدير مني كندير مني كنحاش كنتميتو بحال الميكا ميكا كتخرج هي كتكون حابسه ليا التنفس امين امين وبغيت ربي يسهل عليهم عاونوني واخا عندي المرحله باقة ولكن كنقول الحمد لله يعني الا بقيت غاديه هكا بشويه بشويه راه غادي نتشافى الحمد لله واللي فين ما وصلني لي الله مرحبا واللي عطاوني الله يكثر خيرهم ويجازيهم واللي باقي باغي يعطي واللي باغي يدعي معايا كلهم الله يكثر خيرهم الله يعوض عليهم خير ان شاء الله الناس اللي كيسولوا عليك كاينين بزاف الناس تاع كيسولوا عليك كيبغيو يجيو عندك يشوفوك فين تعطيهم مرحبا مرحبا في اقامه الازهر في البرنوصي كاين الازهر حي الازهر العماره 3 الرقم 56 راه يجيو تنبايا في الازهر يقولوا لهم غلي عندها الموتور حمر بوش رمت يوسف
سافر غيجيبوه حتى للدار اي واحد. كتفرحي ملي كيجيو عندك الناس؟ اه كنفرح، كيبقاو منسيني وكنعرف بان بنادم يعني باقي الاسلام في قلوبنا، المحنه في قلوبنا. هي مريضه وحده اخرى وحده اخرى مسكينه حتى هي فيها مرض السرطان حتى هي وخدامه وكل شيء، حتى هي جات عندي وعطات لامي شي بركه الله يشافيها. ومراه كبيره ما عرفتهاش انا البارح كاع حتى هي جات عند امي دخلات وبقات تدعي معايا وباست لي على راسي وقالت لي بنيتي الله يشافيك لوليدك. انا كيقطع لي عوليدي يعني بغيت غير نبقى انا حيه تنشوف شويه يعني بحالو بحال الدراري يزيد شويه القدام ويكبر شويه ان شاء الله بحول الله ان شاء الله في الموصلني صحتي. المهم بلا الام بلا الام داك الالم دابا ملي تحركت هكوك برجليا بدلت لي امي المنطخ الحريقه كشي نخدي دابا دواء الحريق وكدو لي بران شويه غيفوتني. الحمد لله ولله الحمد الله يكثر خيركم.